دال دال، شوف لما بتيجي تقول دال دال د د دال د، برضو طرف اللسان لامس السنان اللي فوق، انما دي 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 دي، شوف السنان هو في السنتين مقفولين، اللي فوق واللي تحت مقفولين على بعض، وطرف اللسان جوه بيلمس كسر الاسنان. والسين س س نفس الحكايه برضو، برضو طرف اللسان لامس اللي فوق. طب ازاي؟ ز زاي ز ز زاي ز ز ز، برضو طرف اللسان ز بيلمس السنان الواي. يبقى هنقول كده بالرغم ان الصوت اللي طالع من دي بيشبه الصوت اللي طالع من الحروف دي، الا ان لما بنيجي ننطق اصوات ديت طرف اللسان بيلمس جسر الاسنان، والسنان اللي فوق قافله، والسنان اللي فوق واللي تحت مقفولين. انما لما نيجي ننطق الاصوات اللي بالعربي ديت اللي بتشبهها في الصوت الطالع تا دا وزا، طرف اللسان بيلمس السنان اللي فوق. يبقى بقى نترجم كل الكلام ده بالانجليزي. Also the sounds produced from the Arabic letters T ودا وسين وزاي are similar to the sounds produced from the English letters T ودي وسس وزي، but they are pronounced differently، بيتنطقوا بطريقة مختلفة. For example Z, S وT ودي are pronounced، the upper and lower teeth are closed، the tail of the tongue touches the alveolar ridge or the teeth ridge، السنة السفلية والعليا مقفولين وطرف اللسان بيلمس جسر الأسنان. Why when we pronounce the Arabic letters T و D و C و Z the tip of the tongue touches the upper teeth. ده الفرق بين الأصوات دي. بنقارن بين بين الصوت الرا، في فرق بين الصوت الرا. بنقارن بين الرا في العربي ورا في الإنجليزي. بنقارن بين الرا في العربي والار في الانجليزي. مش احنا قلنا ان الرا ده بيشبه الار؟ هو ليه بيشبه؟ ليه الحرف ده بيشبه الحرف ده؟ هل الرا بيشبه الار في الشكل؟ هل الرا ده حرف العربي صح؟ هل الرا بيشبه الار في الشكل؟ لا، هو مش بيشبهوش في الشكل ولا في طريقه الكتاب. هو بيشبهه في ايه؟ بيشبهه في الصوت الطالع. بيشبهه في الصوت الايه؟ طالع. بيشبهه في الصوت الطالع. يبقى الرا بيشبه الار في الصوت الطالع. احنا ما قلناش الحروف العربي بتشبه حروف الانجليزي في الشكل، لا، حروف العربي بتشبه حروف الانجليزي في الصوت الطالع. في الصوت الطالع قلنا السي بيشبه الاس في الصوت الطالع، ده بيطلع صوت س وده بيطلع صوت س. يبقى الراء بيشبه الار. ليه؟ الصوت الطالع من الراء اسم الحرف الراء ر، انما الار ر. ما هو مفيش حرف تاني بالانجليزي بيدينا ليه؟ الصوت اللي طالع من الراء بيشبه الصوت اللي طالع من الار. لما اقول لك كار كار كار، او اقول لك روب روب روب، اللي العرب احنا بننطق الراء كده. شوف اسم الحرف راء راء، انما الار الصوت اللي طالع من، يبقى الصوت اللي طالع من الحرف ده ايه؟ راء ر ر كده. انما الصوت اللي طالع من الار ر ر ر، شفتوا ر ر صوت واحد. هل ده صوت ولا كده صوت؟ ر. هل انا قلت كذا حاجه؟ ر. الله، ده انا قلت حاجه واحده بس ر وسكت. طب لما اعمل كده صوت اللي طالع من الراء ر ر، قلت كذا صوت ولا قلت كذا حركه ولا لا؟
يبقى هنا الراء لما نيجي نقول الصوت اللي طالع من الراء ده ايه ده؟ اللسان بيرفرف، في رفرفه هنا، الرفرفه زي ما بقول لك شوف اللسان بيعمل ازاي؟ يبقى دي لعب. The sound the Arabic ra is a flap. Flap يعني ايه؟ مرفرف. لما نيجي نطول بنقول اهو شوفوا اللسان بيتحرك ازاي؟ بيتحرك جوه. انما هو هنا ما اصدرش صوت واحد. It's not a single sound. ر ر ر ر يبقى دوت ايه؟ كذا صوت مع بعض، كذا حركه. واحد بيقول ر ر ده كذا حركه زي الترس الشغال. ر في كذا حركه في 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 كذا حركه. يبقى دي رفرفه. الصوت اللي انت بتسمعه دي رفرفه. اللسان بقى بيعمل ايه؟ ر بيتحرك كذا حركه. The tongue moves a number of movements. او ممكن تقول يبقى ممكن تقول في الجمله ايه؟ The Arabic ra is produced by is a flap يعني مرفرف. وتقول اللسان بيصدر كذا حركه. The tongue produces a number of movements. او قولها زي اللي في الكتاب. Is a flap produced by successive rapid movements. يعني ايه successive؟ حركات متتاليه. قلت ورا بعض بقى، لما تقول ورا بعض خلاص يبقى حركات من اللسان، اللسان بيتحرك كذا مره ورا بعض. سكسيسيف رابيد بسرعه بسرعه، يبقى سكسيسيف رابيد متتاليه ورا بعض، موفمنتس حركات متتاليه بسريعه. يبقى هي دي الفكره. ذا ار از مرفرف واللسان بيصدر بحركات سريعه ورا بعض. اللسان بقى بيعمل ايه؟ against ايه؟ ضد ايه؟ اللسان لمس ايه؟ the upper teeth. upper teeth اهو شايف اللسان طالع لفين؟ فوق، لمس اللسان اللي فوق، اللسان اللي فوق. يبقى ر is a flap produced by successive rapid movements of the tongue، حركات متتاليه سريعه ورا بعض من اللسان، واللسان ضد السنه العلويه. while الحرف ده بقى in contrast English R is not a flap. ما فيش رفرفة. بنقول R. هل في رفرفة؟ هل R تشبه R؟ يبقى لا. يبقى R مرة واحدة بس. يبقى it's not a flap. الصوت بيطلع ازاي؟ R R صوت واحد بس. Single sound. أو single movement. يبقى هنا R is not a flap produced by a single movement of the tongue. بيصدر بصوت واحد بس منفرد باللسان. يبقى هو ده الـ specific language consonants. عرفتوا هتكتبه ازاي؟ المقال بنعمل الحروف، بنشوف الاصوات اللي بنشوف عدد الاصوات، ونكتب هناك كم صوت في العربي وكم صوت في الانجليزي. عرفنا ان في اصوات في العربي بتشبه اصوات بتشبه في حروف في العربي بتسمي الحروف الانجليزي في الاصوات الطالعه. يبقى there are letters in Arabic similar to the letters in English in the sound produced. حتى انا ما قلتش هناك شيرد او ما قلتش حاجه. بعد كده بشوف بقى الايه؟ متشابه، وبقول ان في مش متشابهين. بعد كده بقى بشوف السبيسيفيك الاصوات اللي موجوده، الحروف اللي موجوده في العربي اللي بتطلع اصوات مش موجوده في الانجليزي. واللي يبقى سبيسيفيك ارابيك كونسونانت عرفناهم اللي هو الحاء والخاء والطاء والظاء والصاد والضاد والقاف وذكرناهم. وسبيسيفيك لانجويج انجلش كونسونانت وقلنا بالرغم ان الحروف دي بتشبه الحروف دي في الانجليزي في الصوت الطالع اللي هو التي والدي والاس والزي، الا انهم بيطلعوا صوت غير بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.